يلا يا محمد، لحد ما يدخل محمود ابدأ يتكلم. ماشي يا مس، اللي هو اكتشف بعد دراسة اللي هي الأشعة السينية أن دورة خواص العناصر ترتبط بأعدادها الذرية مش بأوزانها الذرية. تمام، ايه اللي عمله بقى؟ التعديلات اللي عملها على الجدول مندريف. رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية تمام، وعمل ايه كمان؟ الذي وأضاف المجموعة الصفرية التي تضم الأسئلة كاملة. خصص مكان لمين ومين اسفل الجدول؟ وخصص مكان للأنتيدات والأكترينات. تمام، ممتاز. طيب لحظة واحدة بس أشوف محمود، ليه مش قادر يدخل؟ ماشي، هو تقريبا كان عامل لينك وبعد كده هو فيه اصلا دلوقتي تقريبا، مش عارف، طبعت لينك كده. هو اللينك عنده ضعيف، النت عنده ضعيف، فبالتالي مش راضي يدخل من الويتنج روم. أنا عملت له، أنا جبلته، بس مش عارفة المشكلة عنده في النت. هو يعتبر معانا دلوقتي صح؟ بعطيه لينك جديد يا مستر، بعطيه لينك جديد. نفس اللينك بتاعنا؟ بعت له واحد تاني، هو نفس اللينك بس جديد يعني. انا اوكي ماشي. طيب يلا بينا نكمل. بعد كده هنبدأ نتكلم عن الجدول الدوري الحديث. قلنا ان ايه جدول الدوري الحديث؟ كان العالم، بدأ العالم بور يتكلم عنه. قلنا ان في مستويات طاقة، كام مستوى طاقة رئيسي؟ 7 7.7 وكام مستوى فرعي دلوقتي معانا؟ 4 4 12. تمام، 4 اللي مش هم 7 دورات في 15 مجموعة. 7 دورات، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن مستويات الطاقة الرئيسية. كام مستوى طاقة رئيسي عندنا؟ 7 مستويات. قلنا مين اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسي؟ العالم بور. قلنا هو اكتشف ان هما 7، فأثقل الذرات، يعني أكتر ذرة موجودة هيبقى فيها 7 مستويات، وكل مستوى رئيسي من دول كان بيتكون من كام مستوى فرعي؟ معايا يا ولاد؟ كم مستوى نعم فرعي؟ يا مس. قلنا إن كام مستوى طاقة رئيسي أنا عندي سؤالي معلش دلوقتي؟ تاني. تاني، كام مستوى طاقة رئيسي عندي؟ أنا يا ميس أنا هعمل أقول لحضرتك 4 لا، مستوى طاقة رئيسي 7 مش 4. الفرعي. أنا الفرعي قلت الفرعي ماشي يا ميس، أنا جاوبت على السؤال الأولاني. ماشي، الفرعي 4 اوكي، لكن الرئيسي 7. وقلنا اللي اكتشفهم اصلا كان العالم 7 مين؟ بور. بور. برافو عليكم، العالم بور. طيب يلا بينا نكمل، وعلى اساس ده يبقى بالراحة كده عشان ما نلخبطش. اول عالم مندلف رتب على حسب الاوزان، تاني عالم على حسب مين؟ اللي هو موزلي. العدد حسب الأعداد الذرية. الأعداد ايوه برافو عليكم، الاعداد الذريه. بعد كده جه الجدول الدوري الحديث، رتبنا وقتها على حسب حاجتين، قلنا اعدادها الذريه، وكمان ازاي مستويات الطاقه الفرعيه بتتملي بالالكترونات. يبقى بالراحه كده ناخد بالنا كل جدول من دول اترتبت فيه عناصر على ايه. لو هتكلم عن اول عالم مندلف يبقى اوزان، تاني عالم موزلي يبقى اعداد، بعد كده لو بتكلم عن جدول الدوري الحديث يبقى حاجتين، الأعداد الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بإيه؟ الإلكترونات. وقلنا إن مستويات الطاقة اللي الفرعية يحتاجها لو نفتكر، لو أنا جبت كل مستوى من دول رئيسي ودخلت من جوه، بيكون في عدد من مستويات الطاقة مين؟ الفرعية. تمام كده؟ عرفنا إيه نوع الأسئلة اللي ممكن تيجي في الجزء ده؟ تمام، يلا بينا نفتح حاجة جديدة. اتكلمنا في البداية، قلنا إن أول رقم عندنا خالص كان 67 عنصر. 7 مين دول؟ مين فاكر؟ هو ايه اللي حصل يا ولاد؟ لينك خرجني. اه
طب يلا، انا وقفت فين؟ انا مثلا انا خلاص. قلتها ايه انا؟ ما اعرف قلت حاجه كده. بس